يعني امتداد الى انبار، وعمي ماخذ نور اسمار الشلال عمد حكمت، وعندنا ماخذين وعمومه وتداخل واليوسفيه بصف الانبار، يعني حتى تشاديش من راح خيطه خيطه بالانبار. فاذا انا عارف، فصار منجز، يعني صار منجز بالانبار، يعني حقيقه يعتذى به، وهذه مو غلط. يعني حتى المحافظات الاخرى، المحافظات الجنوبيه والمحافظات الاخرى الان تتمنى ان يكون عمل مثل ما صار العمل بالانبار واخرين، وهذا صار على سيد حلبوسي من كان محافظ ومن كان الى اخره، وهذا ليس الدفاع، هاي حقيقه يعني لازم نعرفها والناس تعرفها، واحنا هذا شيء جيد. اذا شخص يحكي ذاك اليوم انا سويت شغله، يعني هي مو انا دفعت فلوسها، خلف الله على الحكومه والامانه تعاونت ويانا، وسوينا لنا منجز في منطقة السيدية، واحد كتب عليها نشرتها، كتب هاي دعاية انتخابية، قلت له والله صحيح، وشكوا بها اذا انا اسوي منجز دعاية انتخابية مو احسن مما اسوي فرد نوب واكذب عليكم؟ نرجع للاصل، الموضوع الشعارات والشعارات الوطنية وقضية المغيبين والمختطفين، وايضا ضيف لها جرف الصخر والعواسات والمهجرين والناس النازحين، هاي مشاكلنا حقيقة. انا أعرف وطنيتك، وهي مو من باب المجاملة لك، وأعرف غيرتك وحتى حماسك، حتى حماسك أحيانا من تطلع أنت، أنا ترى اليوم غير العادل يعني شوية عندي، ولا مو هيك أنا المفروض أصعد شوية أكثر، حتى سلامة حماسك سلامة. هذا يعني أنه صدقك والدفاع عن الناس رحمة الله والدك. فأني أقول لك الواجب المقدس علينا العراق كله، المفروض وخطأنا أكو عملية سياسية بائسة بنيت على أساس عرقي وطائفي ومذهبي، وبها سرقات وبها كذا، وإحنا لطخنا بهذا الأمر حقيقة الأمر. لكن قل لي إحنا بس شعارات سوينا لو اشتغلنا؟ أنا الآن أمامكم وأنتم قناتكم مشاهدة، وأنت بها برنامجك برنامج محترم، وقدام أستاذ محسن الشمري وإنسان طيب، وأنا زار الوزارة أكثر من مرة من كان وزير الري لمشاكل أهلي ومشاكل ناسي، والرجل ما قصر. فإذا أنا موضوع المغيبين والمختطفين والآخره لا راح أرشح على جرف الصخر، ولا راح أرشح على الصقلاوية، ولا راح أرشح على مكاشيفة، ولا الآخره، دافعت عليها ودافعت عن حزام بغداد ودافعت عن مناطق اللي أنا ساكن بها اللي هي السيدية والدورة، باعتبار كان بها اختطاف، ووثقت هذا عندي بالتوثيق وثائق، وأتحمل مسؤولية ما أقول وبخط إيدي إلى الجهات المعنية بدون استثناء، منها القضائية ومنها الأمنية ومنها العسكرية، وذهبت إلى رئيس الوزراء وحكيت فيه داخل قبة البرلمان، ورحت للمحافظين وتكلمت عن هذه الأمر. لكن أحيانا إحنا وما نيل المطالب بالتمني، إحنا الآن نطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وأن لم يستطع فبلسانه وبقلبه، وإن شاء الله ما نصل للقلب لأن أضعف الإيمان. أحيانا الأمور مو بيدك، خلنا نحكي بصراحة. تمام. لذلك أنا مقرر تمام. وأنا مرشح لهذه الانتخابات، وخلي اسمحوا والمفروض أنا ما أقولها بس راح أقولها، والله العظيم إذا ما سويتها عاتبوني، وأنت أول واحد عاتبني، لن أسمح بتشكيل الحكومة إذا ما يعودون هالجرف الصخر، وإذا ما يعودون النازحين، وإذا ما نحل مشكلة المغيبين والمختطفين. وحكيت أنا ويا كل الجهات الأمنية، رؤساء الجهات الأمنية طيب. وأنت تعرف الجهات الأمنية محددة، وعد اثنين ثلاثة. والشيء الآخر واللي هو المهم الآن، أنه حتى إحنا نخاطب الآن، إحنا ليش نريد العفو العام؟